ومثل ما عودناكم بمتابعة كل إنجاز حافل في سجل هذا الوطن بكل فخر، حصلت العالمة السعودية دكتورة حياة سندي جائزة المرأة الاستثنائية للسلام لعام 2024، وتعتبر أول سيدة سعودية وخليجية تنال هذا التكريم. أكيد يسعدنا أن تنضم معنا عبر سكايب دكتورة حياة سندي، سفيرة النوايا الحسنة للعلوم لدى اليونسكو. أهلا وسهلا فيك دكتورة حياة. أهلا وسهلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. أول شيء مبارك لك هذا التتويج العالمي المشرف، كلمينا عن جائزة المرأة الاستثنائية للسلام وإيش الهدف منها؟ أول شاكرة لكم استضافتكم لي بهذا المناسبة، وطبعا هذا إنجاز لي مثلا للوطن. جائزة تنظم من فاطمة الستيف اللي هي يسموها منظمة رسول السلام، هي منظمة دولية مستقلة عن الأمم المتحدة بس معينة من الأمم المتحدة، وتشكل جهة استشارية للمجلس الاقتصادي والتجاري في الأمم المتحدة، وهي كل سنة تسلط الضوء على نساء قياديات ملهمات، يعني تحدوا كل التوقعات للسلام المستدام. وفي خمسة يعني عناصر مهمة أو قوة لازم تكون موجودة في اختيار أي سيدة أو امرأة تحصل على هذا اللقب. أول حاجة لازم تكون عندها شغف بالعالم، أنها تشوف العالم بسلام، هذا شغفها يعني passion. النقطة الثانية لازم يكون عندها الرحمة واحترام قيمة المحتاج والمحروم. النقطة الثالثة أن يكون عندها رؤية مستقبلية لعالم السلام المستدام، هي رؤيتها تفتح فيه. طبعا الرابعة اللي هي عندها مؤمنة أن ممكن هذا السلام يعني يحقق، يعني رغبة أنها تؤمن بالتنفيذ. طبعا الخامسة وهي أهم حاجة أنها عندها طبعا العمل المستدام والمستمر لتحقيق وإحداث التغيير. وأنا فخورة جداً يكون هذه السنة يعني وصلت لي هذه الجائزة في قيادة العلوم والابتكار. نعم. طيب دكتورة حياة، يعني احنا فخورين جدا طبعا بكل اللي قدمتي في هذا، خلينا نقول في هذا المجال، لذلك خلينا نتكلم عن المجالات واللي تنظمها هذه الجائزة والتابعة لمنظمة مسارات السلام التابعة للأمم المتحدة. الأمم المتحدة هي يعني تختار كل سنة كل شخصية نساء من جميع يعني مختلف الخبرات والمجالات وكمان الأجناس والأعمار، يعني ما عندها مثلا إطار معين لعمر معين أو خبرة معينة، سواء من الناحية الإنسانية. يعني نساء قدموا السلام، هي تؤمن أن المرأة بدون التاريخ هي قلب وأيدي حركات السلام، عملوا عمل من ناحية إنسانية أو من ناحية تعليمية أو من ناحية قيادية. وهذه السنة كمان يعني سلط الضوء إن العلوم والابتكار ذات التنمية المستدامة نحتاج أيضا سيدات أو عالمات أخروا العلم لخدمة المجتمع، وهذا الشيء اللي أنا يعني من بداية يعني ألهمت بالعلم، لأن العلم طبعا وجد لحل يعني وضح حلول التحديات، مثلا زي اكتشاف البنسلين، زي طبعا انه نرجع للعلماء العصور العصر الذهبيه اللي البصريات والادات الجراحه، وجدت هذه الابتكارات لوجود حلول. فسلط الضوء هذه السنه انه ايش هي الابتكارات وايش هي الانجازات العلميه اللي احنا ممكن نوفر فيها التشخيص، يكون متاح للجميع، مياه متاحة للجميع، طاقة متجددة للجميع، أيضا كيف نختخر العلم للزراعة ويكون فيه موجود أكل للجميع، وكيف مثلا نعمل على تنقية المياه للأطفال. إحنا في كل سنة بنخسر حوالي 3-4 مليون طفل بسبب تلوث المياه. فأطلق السنة هذه الضوء على كيف يوجد حلول ربط المجتمع بالعلم لخلق حلول تنهض بالإنسان.
صحيح صحيح. دكتورة حياة سندي سفيرة النوايا الحسنة للعلوم لدى اليونسكو، احنا فخورين جدا فيك واكيد نبارك لك ونتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لكم.